ايمان، تحتاج هو مشاكل. السؤال بتاع ايمان الناس كاتبه عليه برضو، عاوزين اجابه قاطعه. هما بيزنقوك يا مولانا معلش عشان اللي هو في ايه بقى؟ يعني تفتي فيه، جوز من غصب عن رضا اهله، جوازه حلال ولا حرام؟ الزواج صحيح. لا صحيح بص يعني بص يا حلال. فندم، احنا بنحكم على ايه؟ بنحكم اجابه على قاطعه ارجوك، الزواج مره من نفسي صحيح. يا شيخ معاذ، مره من نفسي. جوز من ورا اهله او غصب عن اراده اهله، مش موافقين، جواز صحيح وحلال؟ الزواج صحيح. وحلال يعني ايه حلال؟ يعني حلال قدام ربنا. لا ممكن هو ما في يبقاش زواج حلال. مش بص حلال؟ يا فندم، لا في نقطة، طبعا في صحة عندنا، وفي أحيانا حاجة صحيحة مع الاسم. خلاص؟ يعني مثلا الأرض دي مش بتاعتي، مثلا أنا سارقها من واحد، معذرة في التمثيل يعني، صليت عليها. العلماء يجي يقولوا إيه؟ الصلاة صحيحة بس أنت عليك اسم اللي أنت عملته، المفروض ما تصليش هنا يعني في المكان ده. أو ما تغصبش هذه الأرض أو تاخدها من صاحبها. فالعلماء بيفرقوا بين الصحة، بين صحة الحاجة نفسها، وبين في اسم ولا لأ. العقد صحيح لو تم، في اسم ولا لأ؟ لو هو تاني فرط في بره يبقى آثم بسبب انه فرط في بره. طب عمل اللي عليه وما فرطش في هذا البر معلوش اسم، يبقى الشخص التاني هو اللي متعنت. ما ده بيجي برضه بنشوف حالات كتير من الحاجة دي، ان الأب هو اللي متعنت ومش راضي يوافق أبدا، رغم ان الأشخاص أكفاء وينفعوا البعض. طب لو الوالد عنده حق، الوالد هو اللي عنده حق، يعني هو الراجل ده فعلا مش كفء وعنده للمرأة دي، نظرة فعلا. يعني كلامه هو اللي صح، يبقى والتاني خلفه، يبقى عليه اثم الايه؟ ان التاني نصحه اللي هو والده او والدته، وهو خلفه في بر، المفروض يبره في هذه الحالة. هما ليهم ينصحوه وهو عاقل بالغ راشد، المفروض ان هو يشوف النصيحة بما يتناسب. برضه ما هو برضه الاهل فكرة ان هما ساعات بيتدخلوا بشكل زيادة فيفسدوا عليه الولاد حياتهم، الشباب صحيح. حياتهم، دي صعبة قوي. احنا بيجي لنا وهو حاجات ممكن بالطريقة بعد كده ان هو يخلي زوجته ان هي تحاول تتودد لأهله، تزورهم زيارة، ممكن تصدها مرة في التانية، احنا بشر وفي الآخر في قلب لسه بيدق جوه فيه، يعني في كلام إحساس. حضرتك رائع، كلام دعوي وتوعوي رائع. يعني ذكاء. بس احنا كلام حضرتك صح جدا، بس احنا دايما بنخاف من نقطة ايه؟ انا ممكن اقول كده، ولكن بنخاف من نقطة ايه؟ حط اهلك قدام الامر الواقع، في حد ممكن ينصح حد يقول له كده، فاحنا ما بنرجحش فكرة حط أهلك قدام الأمر الواقع دي وعالج، يعني حطهم قدام الأمر الواقع وبعدين اقعد عالج. فاحنا بنتكلم في الأصول العامة، لو في النهاية دي بقت النتيجة، طبعًا لازم يعالج، وطبعًا لازم يرجع يلم شمل عيلته طبعا. تاني. وبر الوالدين طبعا واجب ومطلوب.